هو الإيمان؟ لو قال لك قائل أنت مؤمن تقول نعم مؤمن، يقول ما هو الإيمان؟ ست إيمان رزي إسر زغرق وبسنجري خنو إيمان زي ست وو مؤمن أه. الإيمان هو قول باللسان، كان تقول بلسانك لا إله إلا الله، تقول الشهادتين نعم. إيمانر ويبزمج بسالة جبنر بسالة بابسة شهادة زر جبنر، وهذا الذي تقول بلسانك لابد أن تعتقد هذا بقلبك، يعني اللسان الظاهر يوافق الباطن لا تكذب. ويبزمج جبنر أما ليمؤو ويقومش شنخوي عار ويقومجا ويفاش شنخوي، ولابد أن تعمل بهذا، يعني تعمل بالإيمان، تصلي، تخاف من الله، تذبح لله. أو دقبسو أجب أم تيوخاو أو يقوم يسم تيوخاو عمل بغزاشان خوي نماز بشنر الحشوة مخوا بشنر. الإيمان يزيد وينقص، إيمانر نخين مخ نخطق مخ.